السلام عليكم. الألعاب تناسب الجميع، وحتى في مشاهير يحبون يلعبون في وقت فراغهم. في هذا الفيديو لتوب 10 بنذكر لكم أهم 10 مشاهير جيمرز. في المركز العاشر عندنا الممثلة ميجا فوكس. تعشق لعبة غريبة نوعا ما، وهي تحب لعبة موتل كومبات، اللعبة الدموية اللي شوية مو راكب عليها انها تلعبها، وايضا تقول ان اللعبة راكبة مع تفكيري. الله يستر، شكلها تفكيرها دموي، وتقول انها تلعب اللعبة منذ الطفولة، تفتخر انها فنانة في اللعبة. بصراحة انا بخاف اني العب ضدها، عشان ممكن اذا هزمتني تقطعني في الحقيقة. لا ننسى انها قالت اللعبة مثل تفكيرها. في المركز التاسع الممثل هنري كافل، اللي مثل دور سوبرمان الاخير. طلع انه من عشاق الالعاب بسبب عشقه وادمانه للالعاب كان ممكن يضيع منه الدور حق سوبرمان. جاله اتصال عشان يعرضون عليه دور سوبرمان الجديد، ولكن ما رد على الجوال لانه كان غاطس في لعبه وورلد اوف وورلد كرافت. بس رجعوا اتصلوا عليه بعد فتره ورد وجاله الدور، والى الان الراجل يلعب وورلد اوف وورلد كرافت 30 ساعه في الاسبوع. في المركز الثامن عندنا الممثل والمغني الرابر ايس تي. هو يعتبر من اللعيب القدامى لانه بدا مع جهاز الاتاري والسيجا، وليومك هذا هو يحب يلعب الالعاب. من اكثر الالعاب اللي يستمتع وهو بيلعبها هي سلسله كول اوف ديوتي، ويحب يلعبها مع صديقه سنوب دوغ، وايضا لعبه جيرز اوف وور لانه الجزء الثالث كان مؤدي صوت في اللعبه، وكمان ادى صوت في لعبه جراند ثيفت اوتو سان ادرياس. في المركز السابع عندنا الممثله جيسيكا البا. في احد المقابلات قالت انها من صغرها تحب العاب الفيديو، وكبرت مع العاب مثل بومبرمان وباكمان وسوبر ماريو بروز، وايضا لعبه ذا ليجند اوف زيلدا. وتقول من صغرها وهي تحب وفيا لشركه نينتندو، وتحب جهاز الوي، وتعشق لعبة وي سبورت. وسبب عشقها للعبة وي سبورت لأنه فيها حركة مو بس اجلس والعب، وايضا تقول اقدر احافظ على رشاقتي وانا العب وي سبورت. في المركز السادس عندنا الممثل البريطاني دانيال كريغ، والمعروف بدور جيمس بوند الاخير. يعشق الجيمينج، واكثر لعبة يحبها هي سلسلة هيلو، والسبب لانه يحب يقتل الفضائيين، وايضا يحب قصة اللعبة. ولكن الجيمينج اثر في حياته، وبسبب الجيمينج صديقته هجرته، وكان دائما يقول لها اني ببطل، ولكن طلع انه عنده مكان يتخبى فيه عشان يلعب هيلو. ويقول ايضا اجمل شيء في الحياه لما الواحد يطفي جواله ويجي يلعب وينعزل عن العالم. The name's Bond. James Bond. في المركز الخامس عندنا ممثل فان ديزل. هو من محبين العاب البورد جيمز، وله 20 سنه وهو يلعب لعبه دي ان دي اللي هي احد العاب الطاوله الشهيره. بس في عام 2002 قام بتاسيس شركه تطوير العاب واسمها تايجون ستوديوز، وسبب في تاسيس الشركه لانه يقول غالبا ما نشوف العاب رديئه مبنيه على فيلم، وكان خطته انه يسوي لعبه مبنيه على قصه احد افلامه واللي هي ريدك اسكيب فروم ذا بوتشر باي. واللعبه كانت ممتازه ولا باس بها، ولكن في اوقات فراغه يقضي معظم اوقاته في اللعب على العاب الام ام اوز على البي سي، وايضا يحب يلعب كول اوف ديوتي على الكونسول. في المركز الرابع عندنا مغني جاستن بيبر. ما يحتاج اعلمكم من هو جاستن بيبر، لانه اغلب الناس تعرف المغني المراهق حق اغنية بيبي بيبي المزعجة. المهم المغني يحب يلعب ومدمن للعبة كول اوف ديوتي، وايضا يحب يلعب مع اصحابه لعبة ماريو كارد، وايضا لعبة هيلو، ويقول انه فنان بس شوي صعب اني اصدقه، لانه اتوقع لو قابلني يمكن ارقشه بسهولة. في المركز الثالث عندنا الممثل تيري كروز. في الفترة الأخيرة طلع ممثل تيري كروز مع ولده، وأعلن أنه الآن أصبح من جماعة البي سي ماستر ريس، وجدا مبسوط أنه حول على البي سي. من بعدها ظهر في حدث باتل فيلد 1، وكان من أوائل الناس أنه يجرب اللعبة مع صديقه سنوب دوغ. بي سي ماستر ريس. في المركز الثاني عندنا المغني الرابر سنوب دوغ. يعشق الألعاب بالذات لعبة هيلو، وأيضا يحب لعبة كول أوف ديوتي جوست اللي قدر يمثل دور في اللعبة، وايضا كان جدا مبسوط انه عرضوا عليه دور في اللعبه. وفي مره في احد المقابلات في بيته بان في الكاميرا جهاز النينتندو 64، وقالوا له انه هذا جهازك؟ قال نعم، احب الجهاز هذا من يوم اشتريته والى الان محافظ عليه، واحب العب عليه لعبه ديدي كونغ. وكمان لا ننسى كم لعبه طلع فيها مثل لعبه القتاليه ديف جام سكواد ممبر اكتف. ذاتس واتس اب. اذا بنذكر اهم مشهور يحب الالعاب، فلازم يكون في المركز الاول الممثل الكوميدي والستاند اب كوميدي روبن ويليامز. بس ليه هو في المركز الأول؟ الممثل الشهير كان جدا مهووس بلعبة زلدا، ومن كثر ما هو مهووس باللعبة سمى بنته باسم زلدا. هنا يبين مدى حب الشخص للعبة معينة أو الألعاب، وأيضا لا ننسى أنه بنته أيضا تحب تلعب مع أبوها لعبة زلدا. والألعاب الثانية اللي يعشق يلعبها هي لعبة كول أوف ديوتي وأيضا وورلد أوف وورلد كرافت. I saved your kingdom. Dad. Yes, Zelda? Are you mixing me up with the princess again? Huh?
Hard to say, you're both pretty magical. يعطيكم العافية على المتابعة، ولا تنسونا اللايك إذا عجبكم المقطع، وإذا لا تنسى تشترك في القناة وتشوف حلقات السابقة لخمس أشياء وتوب 10. ونشوفكم على خير ومع السلامة.